وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غادي نقدم لكم واحد الغريبة تاع البهلة اللي كتجي الأصلية بمقادير ديالها الأصلية وناجحة صراحة، اللي كنعتمدها دائما في الحل في بالنسبة للغريبة اللي كنصاوب. فهي مقادير يعني جد بسيطة، ولكن يمكن لكم تضاعفوها. فانا درت نصف الكميه اللي في المقادير، ودرت نصف الكميه يمكن لكم تضاعفوها. فقط كتضاعفوا الكميات اللي متوفره هنايا. فعندي هنايا جوج سلايف ديال الدقيق الابيض، يعني ما يعادل نصف كيلو ديال الدقيق الابيض. عندي كذلك نص زلافه ديال الزيت النباتي، عندي نصف زلافه ديال السكر السنيده، عندي تقريبا نصف كأس من الزبدة الدائبة، عندي نصف كأس كذلك من جنجلان المحمر أو السمسم المحمر محمص، عندي كذلك شوية ديال القرفة وقبيصة ديال الملحة، وعندي كذلك واحد نصف ملعقة صغيرة ديال السمن. كيعطي واحد المذاق صراحة رائع رائع بالنسبة للغريبة. واخر اخر شيء هو الخماره. غادي نحتاج خماره واحده او بيكنج باودر بما يتعادل 8 غرام، وغادي نحتاج كذلك نصف ملعقه صغيره نصف ملعقه صغيره من الخميره. يمكن لكم تستعملوا الخميره الفوريه او الخميره البلديه. فبالنسبه لهذو هما المكونات اللي عندي. كيف قلت لكم يمكن لكم تضعفوهم، انا فقط درت هنا نصف كيلو ديال الدقيق الابيض. هما في الاصل ديال الغريبه اننا كنخليوها بيتة ليله كامله بدون خميره، بدون ما كنديروا هاد الخميره والخماره، بدون ما كنديروهم كنخليوها ليله كامله. في الصباح عاد كن يعني ملي كنبغيو نطيبوها الغد ليه عاد كنديروا الخميره وكنديروا الخميره وكنجمعوها وسير بلاص كنطيبوها. يعني ما كتاخذش بزاف ما، وكتجي صراحه لذيذه بزاف. وانا غادي ندير كل شيء في دقه، غادي نتبعوا ان شاء الله الطريقه ديال التحضير ديالها. فانا غادي ندير جميع المكونات ديالي هنايا، غادي نعمل واحد الحفيره، غادي ندير جميع المكونات ديالي. كيف قلت لكم عندي هنا جنجلان او السمسم، عندي كذلك السكر السنيده، غادي ندير الملح، غادي نضيف قليل كيف قلت لكم من الملح شي قبيصه صغيره. وبالنسبه للقرفه فاللي ما كيحببهاش في الحلوى يمكن لكم تستغناو عليها، فانا كتعجبني. غندير تقريبا واحد نصف ملعقه صغيره، غادي ندير الزبده، وغادي نضيف كذلك الزيت، صافي. دابا غادي نحاول نبسبسها غير بيدي بحال هكا غير بالاصابع، ماشي نجمع العجين، ولكن كتجي غير كنجمع العجين ديالي بحال هكا بالاصابع. فانا خليت الخميره وال البيكنج باودر حتى الاخر، يعني غادي نحاول نبسبس العجين مزيان خاصها تجي مرمله باش تنجح لينا الغريبه. يمكن لكم تضيفوا اللوز، يمكن لكم تضيفوا كذلك اللوز، كذلك يمكن لكم تضيفوه كيجي حتى هو لذيذ. ان شاء الله غنديرها لكم باللوز وبالجنجلان. صافي غادي نحاول، خاصها تجيني هكا غادي نكمل مورا الفيديو نرجع لكم ان شاء الله، حيت خصني نخدم بجوج ديال الايدين ونرجع لكم.
صافي. من بعد ما كنخلط العجين ديالي كيف كتشوفوا كتكون مرمله، كنضيف ليها ديك في الاخير ديك الخماره، وكنضيف ليها كذلك نصف ملعقه صغيره من الخميره فوريه ولا خميره العجن صافي. وكنعاود ثاني كنخلطها هي بالاصابع ديالي وباش كنعرفها واش صافي تجمعات ليا. كنحاول ناخد كويره ونجمعها كبيديه، الا ما تفرتتش ليا فاذا راه صافي كمل زعما العجن. سينون لا لقيتوها باقي ما تجمعش، زيد ضيفوا ليها الزيت او الزبده الذائبه وجمعوها. فكيف كتشوفوا كنعمل منها هكا كويرات. يمكن لكم ديروا المقاس اللي نتوما باغين، فانا بهذا القد هذا خرج يعني خرجت لي واحد الكميه زعما لا باس بها صافي. وكنجمعها كنكورها على هذا الشكل هذا، وكنحطها في الصينيه ديالي. وهي الكويرات ديالي كيف كتشوفوا، فانا درتهم على هذا الحجم هذا، عطاتني 23 حبه. يمكن لكم تستعملوا الصينيه الخاصه بالغريبه، ومن الافضل يعني تستعملوا عاديه باش تنجح لكم. وهي الغريبه ديالي كيف كتشوفوا كتجي رائعه بزاف في المذاق، صراحه رائعه. كنتمنى منكم تجربوها ان شاء الله وتردوا عليا. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تعملوا جيم، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك فيها ويدعمني. الى اللقاء.